نعم منكفي كف واحد ما بيكفينا، بدنا كف تاني، منكفي اللي كنا عم نحكيهم حكم كتير مهمة أنا بسكر فيهم وبتبعتولي إياهم. هالوجود عم بيقولون لا أنت ولا أنا ولا العالم ولا، بس نحن كيف فينا نعيشهم؟ هون بيقول نعم، ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء وكل جزء يحسب نفسه أمة. يا حبيب قلبي كلنا هيك، أنا وبس، أمريكا حكمي عالم، أمريكا الحاكمة وإسرائيل العاصمة، نحن أهم شيء، هول العرب شلون؟ ونحن بلبنان لا بكسر وين أحلى، لا هونيك أحلى، لا هيدا أحلى، لا هيدا النيب أحلى، كله مين معه شنطة أكبر؟ لمين بيصرفها؟ لمين بيعطيها؟ يوجد سبعة أشياء تدمر الإنسان. السياسة بلا مبادئ، جيبوا لي سياسة بلا مبادئ. بيقولوا عنا مبادئ بس هو مبادئ؟ كل واحد بيعمل سياسة لأنه so stupid، بيروح تعمل سياسة تعيش على حاله لأنه سخيف. سيارات قدامه وسيارات وراه مفحمة ومشحمة وعنده هيك وبنيات وأبراج وكذا وكذا شو قال هو عم بيموت؟ ما عرفت عيش وما عم بعرف موت. بشكرك الياس سركيس، أنا كنت حده وقال لي عندي بشملين بيت وهيك، قلت له عندي أنا مؤسسات كلها أعطيتها، ما حدا بيستاهل أبدا حجر أعطيه للحجر يا ريت، هلا كله بتون يصفوا تحت البطن كلنا للبطن، ما بقى في وطن، جيب لي وطن منه موجود، في انسان، بس هالانسان عنده انسانيه؟ هالسياسه عنده مبادئ انسانيه؟ المتعه بلا ضمير، عطسه بس، واي متعه، مش بس الجسديه، تياب وصرامي وشرطيته من مول لمول من ميلو يلا ويلا 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 رايحين شو بدك تجوا يلا يلا تر برا تر انتوا برا ونحنا شو شعارات وأموات. الثروة بلا عمل، شو عملت بكل هالمال اللي طلعته؟ أول مليون سرقته، ثاني مليون إجا من أول مليون، شو عملت؟ شو أخذت معك على القبر؟ فيكم تشوفوا أهلكم كيف عم تتعذب، كلكم احضروا فلات لاينر. المعرفة بلا قيم، نو فاليوز، ما إلها قيمة. المهم يكون عندك شهادات حواليك حاططهم كلهم على الحيطان وهيدا التمثال ومدري شو الاصنام مين هو اللي بده يكرمني يعطيني بري نوبل؟ درست طب طبيعي انا باشهر جامعات امريكا، بدل 8 سنين عملته بست شهور ودفعت على 8 سنين. وقت اللي كتبت الاطروحه اسمها ذا هيلر الشافي قالوا لي أزئف إز ريتن باي جاد، كأنه الله كتب. قلت له شيلي أزئف، الله اللي كتب والله اللي عم بيحكي من خلالنا وبيطلب مثل شو ديانتك؟ قلت له ما عندي ديانة، عندي التدين ذا ريليجيسنس، حطيتها بهالأطروحة. قالت لي ما في فوت نوتس، ما في منين جبتيهم؟ قلت له الألوهية ما بدها، الله عم بيحكي من خلالنا وعم بيكتب من خلالنا، ما بده مراجع مرجعية خرنكعية فرد طريق، مثل ما قالوا في شو سفارة وزارة عنا مثل شو بيقولوا له هلا، لازم يكون في وزارة للمهجرين، هلا في وزارة للمدمرين، خلص هيدا مفجرين مش بس المهجرين، المفجرين فجروا. بس ما في حل، حلو انك تحكي بس ما في حل، الحل عقل وتوكل، تقرا الكتاب خير جليس ويكون عندك فعل، اترك صدقه جاريه وصدقه جاريه واترك شو ياخذ معك على القبر. فاذا المعرفه اذا ما فيها قيم، ما فيها مقامات، ما فيها ما بتمشي ما بتعيش، ما لها قيمه. العلم بلا انسانيه، اي علم بدي، علم المدارس والجامعات هيدي. الحياة هي أول شيء الامتحان، بعدين الدرس، نحن بندرس بناخذ شهادة وبنعمل خصخصة ولصلصة، وهيدي من اختصاصي، سلم لي على اختصاصي،
شو مخصص انت؟ انا مخصص شيء ما حدا عنده هالاختصاص الا انا، مثل اعلي فل الشعره، قد ما فليت للشعره العلم ما بيعرف الا شو طاقتها، بيقول لك كلوروفورم كلوروشيك ترى شبر شنكر شنكر بنكر فنكر شنكر تنكر، بجيب لك اسماء يعني. واخذ جائزه نوبل، اللي بيحترم حاله بده جائزه، مينك انت تطعتي يعني انت فهم مني يعني انا بهله؟ مجنوني بس ماني بهله. التجارة بلا أخلاق، يكون عندك تجارة مثل ستنا خديجة بس عندها أخلاق، فهمت وعرفت اشتغل هو ما أخذ منها، عرفت إنه في شيء هون، قالت له كلنا ناطرينك، قال لها زملوني زملوني، قالت له كلنا ناطرينك ما تخاف تعال، وجل عنده رهب البحيرة وكلهم هم العلماء عارفين بده يجي. العبادة بلا تضحية، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم عالجوا مرضاكم بالصدقات. أي صدقة؟ اسألوا حالكم برمضان شو بعثتوا لبيت الله لمريم نور؟ كم مليار عربي مسلم؟ فإذا ما رح تستفيدوا من هالحضرة. كنت مرة بفرجينيا وكان قبل في دورة وأنا طلبت هيك دعاء، قالوا لي انتبهي مش هين هيدا رح تحل رح تصليك، قلت له God I have all the zeros send me the one، عندي كل الصفورة حط لي واحدة هون وبعتني عند ناس أغنياء عندهم المال وأنا بحط الحكمة وهن بحطوا المال بنعمل شيء. وأنا بفرجينيا عم بعلم لا التليفون، قلت لها مرتا هيدا إلي بندر بن سلطان، قلت لك كل اللي طلعني وخذيهم، طلعت تيكت انا ورحت شافوا ما معي شيء، صرت بالمطار وين الشنطه؟ قلت لهم حطوني بالاوتيل، بلشت اطبخ. رابع خامس يوم قالت هيفا بنت فيصل تغير الاكل، قالوا لي اجت مريم بحب شوفها لابسه كلسيتي وقامت شعراتي لاني بالمطبخ، لا لازم تحطي ميك اب، نزلت سمعت عم بتقول بندر وانا بخدمتكم، التفتت وقالت لي بخدمتك، قلت لها كلنا بخدمه، قلت كلمه حلوه كثير تعجبت، قالت لي شفتها حدا بيخدم حدا الا ما تكون عندك انت طاقه بتحبها، ومش بالسهوله فت على بيته يعني منا هين انك تفوت، تعرفت على وحده تخدم عنده لبنانيه قلت لها بتعطيها هالكتاب؟ قال لا ما بقدر انا ما بحكيها لاني انا لبنانيه وانا لفت لوني يمكن اكشف عيوبها لهالبنت، وين صرتي؟ برازيلا شو عملتوا مصاري؟ انا الوحيده اللي عملت فوق المال مع بندر ومرته، وهو قال لي كمان وهي يعني شافوا بكل مالي، قال لي ما شفت اللي عم تشوفيه وانت شفتيه وانا شفته، قلت له ايه لاني معكم انا. هيك فتحنا مركز سما سنتر سعودي ميكروبايوتكس، قالت لي شوفي اذا فيك تعمل شيء بالسعوديه، قلت له لا اذا بشوف لبناني وبغمره بيجي لي، بس دائما بده يكون معي ناس لانه انا مره مثل ما انا لاني محجبه ولا برضي اي شريعه وطريقه وعيش فات على حسابي يعني. فاذا كل واحد يكون عنده عمل مش بس قاعدين شو عم نعمل؟ العباده بلا تضحيه، شو عملنا؟ الشغله اللي بتحبها زرع بين الناس. الفشل ان تغير مبادئك لتكسب قلب غيرك فتخسر نفسك وبتخسره. هي الفشل، فاشل، ماشي. يقولوا عني فاشله، شو ما بدهم يقولوا؟ من يومين كنت بارق بالأشرفية وأشرافيك ومعي هيك كم كتاب مدري رايح شو بدي أعمل فيهم، واحد بعيط لي وليه؟ كلبة أنت يا كلبة، يي قلت له يا ريتني كلبة بس ما بعرف عوّل، يا ريت كلبة بشكركم. استحوا أربعة بالسيارة نزلوا إجوا لعندي وقعدنا هيك صرنا نحكي، قلت له ليك معي هالكتب قلت رح أعطيكم إياهم. قالوا لي ما بتزعلي؟ قلت له بالاول كنت بزعل وهلا بتاثر،
انه بحس انه ليه نحن هالقد ضايعين. الكلب احلى. قلت له صرنا نحكي عن الكلب قديش هو امين ووفي. كان معي صوره كيف الكلب بس مات صاحبه وراح مات فوق على القبر. الطبيعه كلها ايكولوجي، نحن ايجولوجي. مثل اللي عيط لها كيفك يا ام الحمير، قالت له منيحه يا ولادي. مين ما هينك وبهدلك يكون عندك الطاقه اللي كانت عند كل الاولياء وهيك، انه هالقد بيعرفوا. اذا لم تستطيع ان تترك اثرا جميلا في القلوب فلا تزرع فيها الما لا ينسى. يزرع مثل ما بتزرع بتحصد، او ما تزرع اذا ما عندك شيء منيح. بالاول كانوا يسبوني كثير، المنطقه 99% كانت مسيحيه. هلا صار المسبق اقل لانه صار في اسلام ومسيحيه وصاروا عم بيفهموا شوي بحقيقه الاسلام. معك حق معك حق. بخبره انه هذا هو المسيح. هيك كم حرب صليبيه باسمه. هذا هو الجهاد والجهاد الاكبر. لا هذا له علاقه بمحمد ولا هذا له علاقه بالمسيح. علماؤنا شر علماء، منا تخرج الفتنه والينا تعود. نحن الحق علينا، ما فيك تنظفي حدا، كل واحد ينظف حاله كيف الحال، تك 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 جوا بس. صارت هلا سياره مفحمه مشحمه بتوقف، سياره انتيكا منتيكا مدري شو هي مكسره هيك. مريم نور وبس سؤالتكم، بقول له لازم تقرا لازم تقرا. اقرا ايها العربي، بعطيكم مفاتيح بس اذا ما استعملتوا المفتاح رح تضل شقفه حديده. اهلا وسهلا فيكم كلكم، كل امه العرب على بيت مروا يم ونور الى بيتنا، ولكن ما فيكم تجوا مشان سكر وسد وسرطان وصيدا وسارس. ما بدي اياه، ما بدي جسد. تجوا الساجد، ما بدي مسجد، بدي ساجد. نكبر سوا. نعم، لا تستدير لترى الماضي، فلو كان فيه خير لكان حاضرك الآن. هو خير. يا الله، أنت كنت هونيك، شو اللي غيرك من هونيك لهون؟ الماضي مضى والمستقبل غريب، الآن هو الزمان والمكان، الآن. فت على كثير من محطاتكم، يعني ما فيني اذكرك بس سيد في محطه اقرا، فت على هالمحطه قلت لهم ما في شيء فيك تقراه على المحطه الا اللي بقلبي وبقلبك اذا عندك ذره، لانه الوسخ اللي شفته مش معقول، مش بس بالحمام. قلت له كيف فيك تاخذ كلمه من الاسلام بهالوسخ اللي انتم فيها؟ ما فت على محطة إلا ما فيني أخبركم. أنا مدير العام تبع المحطة مثل مين هيك، ولو هيك صرت عمل عمليات تجميل ما عرفته. قلت له شو عملت؟ قال لي إنه لازم شوي أعمل هيك وهيك تكون على الموضة. شو اسمك من غير شر؟ موطة. إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه بل استفد من ملاحظته، فوراء قسوته حب عميق. لو كان معه سيف، المسيح كان معه صوت، هيك معه سيف، هيك بعد رجعت تعيط، الأم اللي بتحب ولادها بتعيط عليه جاي يحط إيده بالنار، بس ما رح يتعلم إذا بس أح 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 رح تحرق. قد ما تقول له أمه اتركيه بيجري، حطي بحضنك البدي. إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه بل استفد من ملاحظته لو كانت قاسية، فوراء قسوته حب عميق. ولا تكن كالذي كسر ساعة المنبه، لم يكن لها ذنب إلا إنها أيقظته، لأنها هي وعدتني كسرها. ما هي وعدتك وهذا المنبه لإلك. هالصديق إجت بنت لعندي وبتجي دايما من اهل البيت، مشيت فيها طاقه، مشيت بالبيت طاقه سوداء وهي مكشه هيك وعندها كلام حلو بس. انت جبت حطيت طريقه اشياء، قلت لها وطلع هالاسود، فتحت البيت
قلت له بتطلع من الباب مش من الحائط. وبس راحت رجعت عملت تنظيف للباب. أنواع من البخور حلوة كتير موجودة بأبها، وإن ما كنتوا بأي بلد فتشوا على الصخر يلي الحجر بيعطيك إياها، هي بخورة لبان أشياء من هالنوع تحطوها. كلنا فينا طاقة نعم سلبية، طاقة شيطان تجي، بس بالديماركيشن لاين ما بتفوت. أو وقت ما بتقدروا أهلنا كانوا يحطوا حبق، يحطوا مراية، كلمة مرآة، مرآة المؤمن. إن شاء الله يكون عندنا وقت نقدر نحكي كلمة المرأة روعة. لو كانت الدنيا سهلة لما كان الصبر أحد أبواب الجنة. يا أخوتي أنتوا عارفين هلأ حياتنا منا سهلة، هون صعبة كتير، بس هيدا الامتحان، هيدا التحدي، تشالنج تو تشينج، للتغيير. هلأ من بعد هالدمار اللي عم بتشوفوه بالأرض اللي عم تعملوه، حكام العالم كله هني عم بيحكموا هالدنيا، بس انت بدك تحكم نفسك حسيب ورقيب وسيد على نفسك. بس هلأ من بعد معركة أحد بدنا نجيب معركة خيبر، هيدا حزب الله حوار من نور. بس يجي واحد تيقتلنا، اللي أول معه سلاح بيقتل، يدي بيقتلون، بيحمينا كلنا. مقاومة، رجل قوام. بأوروبا كلنا عنا سلاح، وهلأ بأمريكا وحتى أنا أمريكانية هون بقدر أحمل سلاح وبقتل السفرة بتدافع عني، بس النار ما بتنطفي بالنار. بس يلي كلنا مسلحين، إيه كلنا معنا سلاح. فإذا مازل أنت معك سلاح، فإذا أنت معك السلام عليكم والسلاح عليكم، وأنا السلام عليكم والسلاح عليكم. مشان هيك بسويسرا وين ما كان بأوروبا اللي بدك إياه موجود بالدولة بتأمنه، وين تدفع الضريبة من قلبك. إذا خسرت الدنيا كلها وأنت مع الله فما خسرت شيئا، وإذا ربحت الدنيا كلها وأنت بعيد عن الله فقد خسرت كل شيء. يلي الله معه ما بقى بده عبد الله. قال أمكم الأرض، والأم بتموت، بتلم وبتعم، والعم بيعم، بس ما في شيء حي إلا الحي القيوم. وإذا كنت معه أنت حي ما حي، مثل دعاء الطائف. يا حبيب قلبي هونيك، رحم الشجرة ياخذ الحجرة وتضربه، وقال له دخيلك ما تخلي دمي يغضب على الأرض، بركي زرعوا أخوتي وما طلع لهم زرع. يا حبيب قلبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسعت كل شيء الرحمة ففيها أيقونة، ما في وجه وفا، الحب في غضب. بس إذا أحس واحد منكم أحد أنه لم يخطئ أبدا فهذا يعني أنه لم يجرب أي جديد في حياته ولم يتعلم أي علم، هذا هو الجهل والإنسان عدو ما يجهل. انتبه، كل يوم بدي أغلط، بس بدي أغلط غلطة جديدة، بدي أتعلم من غلطاتي ومن غلطاتك. وهيدي آخر صفحة من كتاب نعم موت الموت. بعد ما بعرف شو بدي أحط هون، أنتوا راح تقولوا لي ونحط شيء ما نقوله كلام ما بعرف، أو كلمة ما إلى كلام، أو أنتوا بس يخلص هالكتاب هو لحاله، بس يخلق الطفل بيجيب اسمه معه، وهيك الكتاب بيجيب اسمه معه. كل واحد منا أنا كتاب الله المقروء والمنظور والمبين، كلنا وكل واحد منا يسأل شو عملت اليوم لهالسبع مقامات اللي عندي، بشو غزيتهم، شو طعميتهم ماديا معنويا روحيا جسديا فكريا. في لغة بالهمس نعم موجودة، طبيعة كلها بتهمس لبعضها. نحن الأمات للأولاد كلنا بالهمس قبل ما توصل لللمس، كل حواسنا. والأذن تعشق قبل العين، والعين تعشق قبل الدين، كل العشق عم بيجي اسمه longing، يعني عندك عشق لهالحقيقة بتجي من حواسنا الخمسة والستة والسبعة والثمانية إلى المدد.
مثل الأطفال، يعني عمره سنتين وما بيحكي، يعني ما بيفهم. بيفهم بس أنت ما عم تفهمي علان. قال له يا بابا أنا كنت أفهم، رحت بعتني على المدرسة صرت حمار. مع احترامنا دايما لهالحمار يا حبيب قلبي، أنا كيف منبهدل فيه، بس هو بيعرفنا. نعم. وقت اللي قال الحبيب كلمات حلوة كتير بسمعها من خواطر، أمم أمثالكم كلنا يا حبيب قلبي، ما المسلم مسيحي سني شيعي كاثوليك، أمم. وقت المرأة الإمام علي قال لماذا هذا؟ قال لهم هذا مسيحي. قال لهم ما عم بسألكم من هذا، ليش فقير هيك من بيت المال، كله مثل بعضهم، مثله مثل كل البشر، كلنا أخوة بالله وكلنا أخوة ببيت المال. نعم الحمد لله اللي صار في ناس هلأ عم تحكي أورجانيك ميت، دونت إيت، ما في أكل طبيعي أبداً. 90% من الأكل اللحن منه طبيعي. بفرجيك بأمريكا بأوروبا بالأمة العربية، أحمد الشقيري شو عم بيصير، شو هني هالمأكولات، ليش هم بيعيشوا أكثر هم بيعيشوا أقل، ليش اللي كانوا يعيشوا بهالبلد كتير راحوا عاشوا برا صاروا يموتوا، لأنهم عم بيشربوا هالمشروبات الغازية وعم بيشربوا وعم بيأكلوا هالمأكولات كلها. وكل اللي عم بتشوفوه ممنوع أنكم تحطوه، لا ما في شي بدنا نمنعه، كلنا بدنا نقول ونختم بهالورقة لحية قد ما فيكم ما الذي يوجد داخل علبة المشروب. أول شي علبة مفطصة ما فيها هواء، وهالعلبة بشو مدهونة، من شو معمولة، شو فيها جوا. حتى اللي عم بيعملوا لك هلأ زهورات ومي بالعلبة وفيها عطر طبيعي مدري شو، كله كذب. لازم تشرب مي جارية من العين من البير، موجودة هالمي. وبنوع خاص بلبنان جيبوها وحطوها بجرد فخار، يلي خرج فخار، في فخار للخل، فخار للمبيد، فخار للزيت، وفخار للمي. ضيعة اسمها بيت شباب، بيت شباب، ما بقى فيه شباب. كل أنواع السرطان محطوط فيها، الكوليسترول، السمنة، ضعف الجهاز الهضمي، تليف الكلى، تليف الكبد، ضغط الدم، السكري، حرقة بالمعدة، تسوس السنين، فقدان الذاكرة، الجفاف بالجسم، كلهم هو بيحطوه بهالمشروبات الغازية. واليوم يعني أغنى الأغنياء هو اللي عنده هاي، بيحطوه على كل وسائل إعلامنا، ممنوع تسبوا فيها، ممنوع تقولوا عنا غلط. انتوا شوفوا، وجعلنا من الماء، بدك النبي أو الغبي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم في مطاريح ما بيشربوا أبدا مشروبات غازية وهيك وهيك، وبيسقوا الحيوانات البقر مي طبيعي وما بيطعمون درا. سألهم أحمد ليه ما بيأكلوا درا، قال الدرا وين بينصحوا، على الدرا. إذا نصحوا أوين بيكون في كتير دهون وشحوم باللحمة. ها وشو منعمل؟ قال له كل واحد منكم إجريكم اثنينون يومياً، كيف أنت بتمشي على إجريك لو أنه نص ساعة أقل شيء، هني عندهم أربعة، توازن الذكر والأنثى عندهم أربعة. وقت اللي بتمشي على إجريك اثنيناتهم جسمك تعاكس، 32 فقرة و 32 درس وسن ونام. هيدا علم 8 ب 8 64، مثل بتقول السلام عليكم 11، واو واو عليكم السلام 11، باب مدينة باب. في كتير وأنا منكم ومعكم وفيكم بشوف 11 11، في هلأ جماعة بأمريكا وأنا معهم 11 11، بس تقول أنا أنا، نحن نحن، واو ميم نون، هالأحرف يلي باللغة العربية لغة كتير غنية بسموها one hand clapping، إيد وحدة بتزقف. نحن نحن، أنا أنا، ربك فكبر ربك فكبر، مودته تدوم مودته تدوم. شو عملنا تنضاعف الأمة العربية؟ ما فيكن تغيروا الحرف، the letter، بتكتب لا إله إلا الله
مريم نور عدنان، تكتب هيك. بس النمبر العدد سنسكريتي، 1 2 3 4 مدري هيك، لا 4 5 6 7 هيك. ليش بتكتب عربي؟ بيكبر عندك العلم، وقت بتكتب العدد العربي بتكبر الحكمة، بصير عندك الحكمة والعلم نينتهم أبدان وأديان، بتفوت بالجامعات الروحية أبعد من الجفر جسد فكر روح. وهالعلم مثل سارية الجبل عند الإمام علي، وما أنا إلا بشر مثلكم، فوق الشريعة فوق الطريقة، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. بالإنجليزي every breath is a path، كل نفس نعم هي من الروح القدس. فإذا قد ما فيك انتبه شو عم تاكل وشو أكلوا اللي عم تاكلون. كل لحمة إذا كانت حلال، ما حدا حلل غير الحبيب. هلأ بإستراليا ممنوع تبعت لحمة برات إستراليا، وبنوع خاص تبعت بقر يعني على الأمة العربية. سألتهم ليش ما بتبعتوا بقر؟ قال ما بتعاملوا الحيوانات معاملة إنسانية.